طبعا زي ما بقول لحضراتكم احنا ده اجتهادنا، يعني ممكن حضرتك تضيف صور اخرى تبقى شايف تستعيد من الذاكره حاجات تانية، بس ده اجتهاد. طيب هنتوقف عند الترندات اللي هو طلعت اللي هو الاكثر اهتماما عند الناس، وده موضوع مهم بالنسبه لي جدا لانه بيكشف بقى الناس مهتمه بايه ومش مهتمه بايه. طيب كان عظيم جدا بالنسبه لنا مثلا في فبراير انه حديث الناس الاول والترند اللي الناس قاعده بتردده كانت حاجه كويسه بالنسبه لي، كنت مبسوط بيها، واعتقد ان حضراتكم لما هنقولها لكم نقدمها لكم هتبقوا مبسوطين بيها. سمعونا يا جماعه. طبعا يعني من اسعد الحاجات اللي لما بنغني لشهدائنا وبنبقى فاكرينهم. فقالوا ايه كانت في فبراير؟ هي الاهتمام الاساسي والناس بتغنيها وبتقولها بحب، وسيبكم من العيال السخفه اللي كانوا يتريقوا يقول لك في المدارس وبتاع، وانتشرت انتشار كبير جدا. في مارس مثلا هتلاقي كان في حدث مهم لانه كان بيعكس الغرب بيبص لنا ازاي، ولولا ان الخارجيه المصريه ووزاره الهجره والدوله المصريه وقفوا كان ضاع حق مريم، لانه انتوا فاكرين سحل الطالبه مريم في شوارع بريطانيا، والقضيه يعني رجعت واتدفنت في مصر، والقضيه اشتغلت وادين البنات اللي هم يعني سحلوها وادوا في النهايه الى وفاتها بعد سلسله من العذاب والعمليات الكتيره جدا. عندنا يا جماعه السحل الطالبة مريم، وروني. تعرضت لعشر، تعرضت للضرب من 10 بنات سمر البشرة زي ما بيقولوا، قابلتهم في الشارع، وكانت بنتي مضروبة من 4 شهور، وكنا عاملين محضر من ضمن العشر بنات اللي ضربوا بنتي المرة دي، كان في منهم نفس البنتين اللي ضربوها من 4 شهور، وإحنا طبعا من 4 شهور عملنا محضر وتحركنا وقلنا إن بنتي برضو ما كانتش تعرفهم من 4 شهور، مع وطلبنا وقلنا إن الموضوع واضح جدا إن هو في عنصرية لبنتي، إن بنتي اتضربت عنصرية لأن هي ما كانتش تعرفهم وما احتكتش. فده كان حدث الحقيقه هز قلوب الناس كلها، واعتقد ان احنا فضلنا وراء الموضوع متابعين معاهم، ده اللي احنا بنقدر نعمله في الاعلام نفضل متابعين. لكن الدوله المصريه الحقيقه بذلت جهد خرافي في ان هي تصل بالقضيه الى العدل على الاقل، وانه البنات دول ياخدوا عقاب. في ابريل كان فيه حادثه برضو بشعه جدا، اللي هي في لحظه تقول لك ان في ناس في مصر تحت تأثير بقى السلبية، اللامبالاة، الجهل، استروكس، اللي هم فجأة بيعتقد ان مفيش دولة. انتوا فاكرين المجموعة الشباب اللي انهوا حياة شاب في صفة اللبن بمنتهى الوحشية، فاكرين انتوا الفيديو ده؟ وروني يا شباب اهو. يعني شفتوا هم بعد ما قتلوه بيجرجروه في الشارع، وقتها يعني كانوا البلطجيه دول واقفين انه مفيش اي حد يعترض، مفيش اي حد يتكلم، ورغم انه الخلاف خلاف كان يمكن تسويته، لكن اهو
يعني المشهد كان مؤذي جدا وكان صعب جدا، وكان بيقول زي ما بقول لحضراتكم في بعض الناس كده في لحظة ينسى ان هو في دولة فيكسر كل القواعد. بس عايز اقول لحضراتكم محدش لا اقوى من الدولة ولا يقدر على الدولة. طيب من ابريل لمايو كانت في لقطة بقى لطيفة جدا، ويعني المصريين حسوا كان وقتها في مايو محمد صلاح بيتم تكريمه هداف الدوري هناك وفاز بالحذاء الذهبي. المشكله اللقطه ما كانتش في محمد صلاح، بس كانت في حاجه تاني. وروني كده. Opportunities for him to score a goal. But the challenge is to do it all again next year. You know, 30 odd goals a season isn't a norm for Mo Salah, but he's got to do it again next year. Again, I was mentioning Firmino before. His movements, his work rates, the way he makes the two defenders, the two center backs sorry, move. عايز اقول لحضراتكم دي مكه بنت محمد صلاح والتكريم الضخم ده لابوها. بس هي الفكره بقى ايه في الصياعه بتاعت محمد صلاح، لانه ساب المسرح للبنت تلعب وتجري، الجمهور بيشجع. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، الوحيد او الوحيده يعني اللي ممكن تسيب له المسرح هو ابنك او بنتك. يعني ممكن شوف لو انت بتشتغل في شغلانه، اي شغلانه، بتلعب كوره، بتشتغل في الاعلام، بتشتغل في السياسه، بتشتغل في البتاع، اي حاجه. الوحيد اللي تسيب له المسرح كده وتبقى فرحان وهو بيتألق عليه ابنك او بنتك. فده اللي حصل بشكل عفوي وتلقائي وطبيعي جدا مع محمد صلاح، لانه البنت خطفت الاضواء، نسي وقتها انه هذا هو النجم العالمي اللي الجمهور لازم يهتف له هو. يعني ممكن محمد صلاح لو الجمهور هتف لحد تاني يزعل، يتضايق، ياخد على خاطره، يستاء، ينزعج. لكن الهتاف للبنت حتى البنت صغيره، فهو ايه يطلع بره الكادر كده ويسيب البنت تلقى هذا التصفيق الهائل وهذا الاحتفاء الهائل، لانه مش هتسيب حد تاني الناس تسقف له وتبقى مبسوط الا ابنك او بنتك. فدي لقطه انسانيه باقتدار الحقيقه. من الرقصه الصغيره دي او اللعبه الصغيره بتاعت مكه الى ما يشبه الصرعه اللي حصلت في مصر، وكنا في يونيو، واللي هو تحولت من مجرد رقصه الى جمله في تصريح سياسي. انتوا فاكرين لما الرئيس السيسي كان في مؤتمر الشباب في جامعه القاهره ووجه كلامه للمهندس طارق الملا، قال له ارفع الغال البنزين يا باشمهندس طارق، ده بيرقصوا كيكي، بيرقصوا كيكي، وردوني. لأيام فيها راحت البال، حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد. Kiki, do you love me? Are you right, won't you? And I need you, and I'm down for you always. But the new me is better. اللطيف بقى في حكاية كيكي دي إيه؟ إنه إحنا في مصر لما تطلع حاجة زي كده تشعر إن المجتمع كله قاعد وحاسس انه ايه القيامه هتقوم. الكيكي خلاص سيطر على البلد، وبعدين يومين ثلاثه يعني الايام تاخد كيكي وتروح لحالها وتطلع حاجه تانية. ده شعب قادر على التقليعات، على ابتلاع التقليع
بشكل خطير جدا. ما حدش يعني، فلما تحصل اي ظاهره ناس ما تنزعجش وتطلع تقعد تحلل وتعمل تفسيرات ميتافيزيقيه للظاهره العرضيه الطوليه المنبثقه من مش عارف ايه، كلام فاضي يعني. ده شعب قادر على طحن اي حاجه ويرجع تاني ولا كانه حاجه حصل يعني. فجاه كيكي ده اختفى، اللي هو زي زمان كده ماكارينا مثلا، فالناس الشعب كله قاعد يرقص ماكارينا وبعد ما فيش، تحولت الى تراث. فهي الناس بس ما تبقاش واخده المساله على صدرها. زي مثلا مع ايه اللي هو ايه بقى، اللي هو تبقى في النهايه هتبقى ظاهره وتخلص الحقيقه، اللي هو في يوليو لما طلع محمد رمضان قال لك نمبر 1، طلع نمبر 1. ورونا كده نمبر 1 يا جماعه. انا بالساحه واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين، انا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 وانتوا عارفين. شوفوا انا اقول لحضراتكم رايي في محمد رمضان بصراحه. محمد رمضان ممكن يبقى ممثل مجتهد عنده اصرار على النجاح، وان كان يحظى بتوفيق كبير جدا من الله وملوش يد فيه، ملوش يد فيه، هو ربنا عطيله حتى الناس حباه خلاص، او في جمهور بيحبه لاي سبب من الاسباب. لكن انا ما شفتش حد عنده قدره على تدمير نفسه بهذه الطريقه، لانه ايه اللي هيبقى منه؟ يعني محمد رمضان لما يكبر كده ان شاء الله ايه اللي هيبقى منه؟ ده اول واحد يعني، ده اول واحد بيتحرش بكل الناس، يعني يتحرش بالناس اللي ادوله على دماغه وهو صغير. طب احنا ندفع الثمن؟ طب انت وانت بتبدا في حياتك قابلت ناس عاملوك بشكل وحش، طب احنا نعمل ايه؟ الجمهور يعمل ايه؟ يعني ليه بتدفع الجمهور ثمن عقد نفسيه احنا ملناش علاقه بيها؟ ده رقم واحد. رقم اتنين حاله اللي هو ايه؟ وبعدين يجي يعمل شيخ يقول لك اصل انا بتصور مع حاجاتي وفيللي وعربياتي وبتاع، اما بنعمه ربك فحدث. مش كده، ما هياش دي، ده استعباط ديني اللي انت بتعمله، يقول لك اما بنعمه ربك فحدث. وبعدين حاله الاستفزاز دي قابلتها حاله تانية، لانه نمبر 1 ده بقى اللي هو ايه الترند اللي حاصل الايام اللي فاتت لما طلعت الست بشرى تغني اغنيه ترد بيها قال على محمد رمضان. شفتوا المسخره؟ يعني اللي هو ايه وصلنا للحاله دي. سيبك من انه هم يعني ان بشرى قد تكون مستخدمه يعني من شخص ما عشان تسيء لمحمد رمضان، ويقول لك تسيء لمحمد رمضان، محمد رمضان سأل نفسه أصلا يعني. لكن أحيانا بقول لحضراتكم مفيش انزعاج، لأنه برضه محمد رمضان هياخد يومين وتخلص المسألة. عمرو دياب والله يا جماعة عنده فلسفة عظيمة جدا جدا الحقيقة، عنده أغنية بيقول فيها إيه؟ يومينهم وهيجي غيرهم. ودي قاعدة فلسفية حلوة أوي، يومينهم وهيجي غيرهم، هتلاقي ده يطلع ويصعد ويلمع وبعدين يمشي، ما بيفضلش الا القيمه اللي انت بتعملها. ولذلك يعني في اخر ايام السنه يعني محمد رمضان راجع نفسك في حاجات كتير جدا، لانه انت اصرارك انك تقول انا رقم واحد، يا عم سيب الناس هم يقولوا انك رقم واحد في ايراداتك في حاجاتك في بتاع، خاصه انه رقم واحد في مصر دلوقتي بيبقى ملعوب فيها. تدخل على السوشيال تلعب، تدخل على النت تلعب، على الإيرادات تلعب، على مش عارف ايه تلعب، كل ده فمكشوفة يعني، ربنا يهديه. طيب في 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 تمام في 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 اغسطس بقى اللي هو ايه انذرا اللي هو الحاجة اللي انفجرت، وفيديوهات بالملايين الناس بتشوف فيديو من واحد بعكس واحدة بيتحرش بواحدة قررت ان هي تتصدى ليه. الخازوق بقى انه الناس تعاطفت مع الراجل اللي بيتحرش وجلدت البنت اللي اتعرضت لهذا التحرش، وبداوا يدوروا في صورها وفي حياتها وفي شغلها ويتهموها. ورونا كده الراجل اللطيف ده. كوفي بدل ما تقف في الشارع كده. كوفي؟ ليه؟ كان قهوة أنتظر. نشرب كوفي أنتظر. مش ممكن. بدل ما تقف في الشارع الناس كلها اتضايقت. بتصورني على فكرة أنا وأنت بتعمل إيه؟ أنا ما بضايقكيش والله. لا بضايقني. ف
فالحقيقه ده كشف الترند ده كشف عوره المصريين جميعا الحقيقه. ليه؟ لانه واد واقف، الراجل واقف بيعاكس البنت او بيتحرش بيها او بتاع، اه يقول لك لا عادي انا لقيتها واقفه فقلت لها نشرب قهوه مع بعض وبتاع. طب رفضت، يعني رفضت الدعوه. لا، المجتمع كله قرر انه يتحول الى جلاد، والجلاد ده اللي المجتمع بيتمثل فيه طول الوقت استهدف الست هي اللي غلطان. لا كانت لابسه كذا، لا كانت واقفه بالشكل الفلاني، لا اصل شكلها كان يوحي ايه ده. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، انه الناس بتقعد تقول لك المراه اتظلمت وبتاع، اكتر الناس يعني تعليما وثقافه وتحضرا ورقيا بيمارسوا ده ضد البنت، دفعت ثمن غالي جدا. والناس في الاخر ايه، اهتموا يومين ثلاثه واتفرجوا وشتموا وقالوا وعملوا يعني يلا مع السلامه. اللي سرق الضوء بقى في سبتمبر من الراجل بتاع انسران ده، انسران الواد اللي هو كان عايز ربع ساعه، كان عايز ربع ساعه. ورونا الشاب اللطيف ده. ايه يا حبيبي، ايه يا حبيبي، شويه وهتروح. يعني هو طبعا ربنا يحميه لاهله طبعا، يعني لسه قادر. شوف الفيديو من اكتوبر، لكن لما بيتذاع تاني لانه في حاله عفويه جدا، وبعدين بتعبر عن وضع في المدارس صعب. يعني ولا عايز ربع ساعه ينام، انت عارف في ناس يقول لك انه في دول الطالب بيروح فيها فبيبقى من الساعه كذا للساعه كذا وبعدين ينام ساعه خلال اليوم، فانت فيش هنا مكان الناس تنام فيه. فالحقيقه طبعا قصه كانت كبيره، والولد كان يعني رجله كانت مكسوره وكانت في مشكله، لكن اللقطه كانت الاكثر انتشارا ومشاهده وتعليقا، وربنا يحميه الاهل يا رب. في اكتوبر بقى دخلنا الى المعركه الاسطوريه. ليه؟ الترند كان بين يعني دخل بقى حمو بيكا بتقله وورونا ورونا يا جماعه ورونا. السلام عليكم، انت الان حمو بيكا، اعمل غضب براحتك، زعلان براحتك، متضايق براحتك، انا هفرحك. حمو بيكا واخد ترند رقم واحد على اليوتيوب، وانا زي ما قلت لكم انا هعمل حفله مجانا وامر الله هتعجبكم، وانا اللي هوزع التيكت بنفسي في نادي المعلمين. انتظروني في اكبر حفله لحمو بيكا من غير فلوس، ومعايا كل النجوم اللي انتوا بتحبوها، حدى بندق، تيتو، الفيلو، حدى ناصر، ابو ليلى، زيزو النوبي، شاكوش ومجد شطة، وكل الناس اللي انتوا بتحبوهم، وكل المجال مع حمو بيكا. ده الفيديو اللي هو بدأت بيه المعركة الأسطورية بين حمو بيكا ومجدي شطة. وعادي بيحصل، بس تخيلوا إن إحنا البلد والمجتمع اللي هو فيه معركة حقيقية، بلد بتحارب الإرهاب، فإحنا اهتمينا بهذه المعركة. وحمو بيكا بيقول إيه، ومجدي شطة بيرد عليه بيقول إيه، وبعدين نقابة الموسيقيين دخلت عشان تقول إيه، وهو راح يعمل حفلة ملقاش الناس وإلى آخره. وفضلنا إحنا حوالي أسبوع ملناش سيرة إلا هتقول لي ما هو الإعلام اللي بيقول، هقول لك ما هو الإعلام بيستجيب للحالة اللي موجودة في الشارع كثيرة أحيانا، يعني وناس بتكبر إعلاميا، بتكبر إن هي تتابع الموضوعات، لأنه أنت حضرتك قاعد بتشوف وقاعد عايز، ولما نتكلم جد فيها ممكن تزعل. يعني عمو بيكا لما اتكلم عندنا هنا قال يا جماعة أنا غلطان، أنا يعني علموني، الناس بيقولوا ان انا بعمل حاجه وحشه، طب ما تقولوا لي اغني ايه وبتعمل ايه وبتاع، اللي هو في النهايه في حاجات احنا بنكبرها وهي مش حقيقيه. هو دلوقتي مكملين وانتهت، هو مكمل وبيغني وهيغني وهيكسب ويعمل فيديوهات تعمل ملايين وخلاص، حد مهتم؟ لا الوقت. طب احنا كنا مهتمين ليه؟ محدش عارف، بس هي بتعدي. تيجي بقى لايه؟ لحاجه برضو قلبت يعني مزاج الناس. ليه؟
يعني يلا يلا ادخل بالسنيور. في المهرجان القرع ده فستان رانيا يوسف اللي هو عمل مشكله ضخمه جدا واللي بقى فيه جدل ومحامين تقدم بلاغات وتروح ونشغل بال الدوله والقضاء والناس والاعلام بمشهد لفستان كان ممكن ان يعدي المساله بشكل عادي جدا. الست راحه حضرتك في ختام مهرجان القاهره السينمائي وهو مهرجان دولي للسينما، مش راحه تزور السيده زينب، راحه مهرجان دولي وبعدين لابسه تلبس اللي تلبسه وتعدي، لكن لا حولنا المساله لمحاكمات واهتمام وتقول لك بطانه وقعت وبطانه اترفعت وبرامج، وبعدين تلاقي مذيع وقور قاعد قدامها يقول لها ايه اللي حصل للبطانه؟ فتقول له اترفعت يا عمرو، فعمرو يتاثر. فاحنا وصلنا الى هذه المرحله. على اي حال عدت برضو رانيا يوسف لحد ما وصلنا بقى للوادي الدنماركي. الوادي الدنماركي اللي هو يعني طلع الهرم مع صاحبته، واحنا قعدنا نتكلم كتير جدا على هم طالعين الهرم وعشان ايه، وقال لك اتصوروا صوره مش ولا بد، فبرضه قامت قيامه الناس وقعدنا نسال راح ازاي وطلع ازاي وتصور عمل ايه وودى ايه وبتاع. وبعدين الاهم من ده لما هو اتكلم، لما هو عمل حوار، يعني لما هو عمل حوار واتكلم وقال انا استغربت ان المصريين قاعدين يقول لك طلع ازاي وما طلعش ازاي ومش مهتمين بالزباله اللي حوالين الاهرامات. طبعا ادانه كامله اللي هو عمله لانه بالنسبه لينا يعني مرفوض. لكن احنا برضو انا ليه بقول لحضرات، انا بفكر حضراتكم بالترندات دي في كل شهر عشان اقول لكم انه ده وهم، يعني اهتم بيه يومين ثلاثه اربعه وهوب انسى، فالناس ما تبقاش يعني واخداها الجلاله قوي وفي موضوع الناس قاعده تتكلم عليه بعد يومين ثلاثه بيخلص. ويمكن دي ثقافه التصفح بتاعه الفيسبوك ان هو انت بتقلب بتقلب بتقلب, بتقلب ما بتصبرش على حاجه. يمكن احنا كده النهارده لانه احنا